وشك مشتي يا نصر؟ يا هلا بالغالي. أنت قلت أنك تبدأ بالمقدمة عشان تقول الذبة ذي؟ لو قلت لي كنت أساعدك أنا. أنا أقدر أبدأ وأخليك تقول أعطيك الفرصة هذه. إيه. لا ممكن نقولها في ثاني الحلقة يعني. بس صدق صدق ليش مشتي اليوم؟ الجو حلو في الرياض. قل لي ليش. أولا سعيد بك حبيبي عبد الله وحبيبي عبد الرحمن وحبيبي أبو عيد وحبيبي أبو مصعب والمشاهدين الكرام. شوف هو أحيانا هي الحياة فرص. الحياة فرص. أنا هذا الثوب كنت أبغى ألبسه بس الأيام هذه كان حر تتعرق وأنت لابس الثوب الأبيض. فاليوم جات فرصة مطر وكذا و19 درجة فقلت إذا لم يلبس اليوم فلا خير فيه. صحيح. نعم يعني هذه الليلة الختامية للبس هذا الثوب هذه السنة. والله ما ندري ممكن بكرة يكون أشد ألبس الثوب الأسود. ممكن. وكل ما اشتد البرد كل ما ازداد اللون غماقة. نعم قولها غماقة. الله يسعدك يا مرحبا ابو عبد الرحمن. والله اني سعيد بك. الله يرضى عنك. بس حلوه هذه. تصدق لو انك راسلتني ولا اعطيتني خبر كان طقمت معك والله. نعم وكنت انا اللي اذب. شوف يعني الحياه فرص خاصه برنامجه ترى يعني خاطري بس ما برنامجه تنتين ونص تنتين ونص وقت بارد. ابو عيد ابو عيد عنده لق. تفضل. انا كنت ابي واحد بس يفتح المجال. انا عندي اطقم ما بعد بس ترى الايام الجاي في اثواب تضيق. شفت كيف يعني كل واحد عنده شيء ها وده يطلع بس بي واحد. شوف انت ترى الحين بادرت تحت النجاح. نعم هذا اللي يسمى ايش قدح الزناد. هذه لا يقدرها كل احد يا عبد الرحمن. صح صحيح. نور والله ناصر القادح. نورك والله. الله يسعدك. والشباب الحاضرين سعيد والله بتواجدي معكم في الليله الخامسه من ليالي رمضان في الشهر الفضيل وفي اليوم الرابع وإن شاء الله نقدم المحتوى اللي يحوز على رضا الله ثم رضا المشاهدين. وجودك سعادة وتواجدك في قلبك. التواجد مو بزين يا ناصر. التواجد الحزن. نعم لكن وجوده إيه. لا لا هو أنت قلت تواجد. لا لا قلت وجود. لا قلت تواجد شيخ. نرجع للتواجد. لا والله ما قلتها. لا هو قال لا سعيد لا تحلم بتواجدي معكم. اسمعني اسمعني كويس. يلا ناصر هو قال سعيد بتواجدي معكم فقلت له وجودك يسعدنا وتواجدك في قلبك. فالوجد من التواجد والوجود من الحضور. أنت تواجدك في قلبك. إيه أنا جالس أعطيك يعني اللغة الفرق بين الكلمتين. يجليها الله إن شاء الله. ما فهمت. أنا ترى دخت يا شباب. أنا الحين بطريقة ما أعطيتك الفرق بين الكلمتين لكنك ما استوعبت وهذا العين ليس فيك لكن من الثوب اللي أنت لابسه. فلو أنك أتيت فهم دائما إبراهيم نقيب يعرف هذه لا يقول لا تهاجم ناصر فيأتيك ما هو أشد. ناصر عندك أنت معلومات قيمة جدا لكن أحيانا لا تحسن التعبير عنها. صح. تدري ليش؟ يقول العلم لأنك جالس جنبك. وإلا عادة أنا أعبر كويس أنا لكن وجودي جنبك. أنت صديقي. شوف لا ده لا تخاف. أخبار أبو مصعب؟ طيب حالك الله يحفظك. منور والله. الله يسعدك. خاف مسكين. لا لا ما راح نذب عليك لأنك منور. لا بدخذ راحتك. أنا الإشارة معي خضراء. ما شاء الله تبارك الله. واضح ووجودك سعادة. يعني من اللي طقم لك اليوم؟ نفس الشيء. طقمت لنفسي أنا. يعني أعطتك الوالدة الدليل. نعم. الله يرضى عنك وعنها. شكرا يا والدتنا أم ثامر. فعلا عامر أصبح يلبس كثامر. ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن نفس الوالدة هي اللي دلتك اليوم؟ لا اليوم البصمة لي أنا. الله يسعدك. والوجد والوجود بينهما فرق. صدقت. فأنا سعيد بوجودي لا بتواجدي لأن التواجد من الوجد. صدقت. نور عبد الرحمن شاعر كبير جهز لنا أبياتك الحلوة ذي. أبشر بإذن الله تعالى. أبو عيد كيف الحياة؟ أهلا وسهلا. نور والله. حياك الله أنت أخوي أبو ديم والشباب. وأنا أقول اليوم والله على غير العادة جميلين بزيادة. بالعادة جميلين اليوم جميلين بزيادة. نعم لأنه في شيء مميز هنا. وهذا ترى مسلمات يعني أنا أقول ما في شيء جديد والله. صدق. على غير العادة بزيادة اليوم الله يحفظك. الأسود عام العمائلة ما شاء الله. في شيء يسمى إلف العادة. بعض الناس مثل يعتاد أن يلبس ثوبا واحدا لا يغيره. فهمت علي؟ فيبقى دائما على نفس الروتين. الحياة تحتاج تجديد. والله قوي. أو حتى ممكن يعني محاضرة يا كثير من الناس ممكن تلبس الثياب الصيفية الملونة ما فيها يعني الله مشكلة. أكبر. أبو عيد عنده فائدة تفضل. أنا أطرب تكلمت عن التغيير كذا. كثير من الناس يخاف من التغيير دائما في حياته. صح. فالتغيير شيء جميل جدا قد يكون للأفضل يعني غالبا إن شاء الله ما يكون للأسوأ. المصيبة أنه يكون للأسوأ.